Incroyable. Où ça là? Où ça là, Kessir? T'es devenu magnifique. Et ça te lave les mains. T'as un savon naturel. J'en ai un autre, il est plus vieux que mon grand-père. Ça c'est un bon ordre. Regarde. قالوا لكم كبدوا ما بونتير دقيقه دقيقه بصح اصبر دقيقه واش صرا في الايام هذه لازم تعرفوا واش صرا في الايام تحت الانسان واحد صاحبي مشى يجي لي كيبيريني عندي بزاف ما شفتوش عندي بزاف ما تلاقيتوش صافي كيما خليتوني قبيله قاعدين هيكا جيت ديريكت للدار من هنا عنده ضربتها في الدويشه بدلت حوايجي عندي بزاف ما دوشت على بالي عندي بزاف دوشت وما لقيتش روحي الفطور فطرت بكا ورفدو كاع رفدو كلش الحال كي شبعت كليت باش قدرت نجي نهضر معاكم ودرك هاوليك هو الميلوت هذا راح على من الكبار ان شاء الله راح يولي راح على من الكبار ولا ديجا راح على من الكبار ان شاء الله نوريكم باش يفواياجي ولا ما كان له والله غنوريكم وراه داير لي بروغرام باسكو اني عيطت له من قبل راه داير لي بروغرام قلت لكم حبات ليله لهنا عاجي ثاني بيت رايح واقيلا في الثلاث ايام كاع سكوت برك هي مطوله واقيلا في الغواط لا ما حب يزيد واحد البلاي بصح باش باش شوف خويا العزيز باش نحب فواياجي هذه الخطره راح نديرو تورنيه لك بربي بالفيلو راه كاينه وحده لهنا ورانا لي كيبينينا الدوزيام ان شاء الله من عند خونا هاي هنا هذه صغيره الله يبارك المهم هذا هو الفيلو وهذا هو خونا راكم تلقاو الانستغرام تاعي وهذا نورمالمون الا كتب ربي الا كتب ربي الا كتب ربي نخلوها سيربريز خليها سيربريز خليها سيربريز راح تشوفونا بزاف انا وياه ان شاء الله راح تشوفونا بزاف باذن الله المهم دوكا نسقم باجاجي نقي كدا كدا منا نغسلو حوايجنا كدا ونروحوا لواحد البلاصه بزاف زينه نقولوا لهم وين ولا لا لا ما فهمني خلي سيربريز سيربريز كلش سيربريز خلي كل سيربريز قصت شويه دوزان ما نحتاجوش كيما سربيتها شويه قشل لهنا على الصندل خليته رفت حاجه خفيفه بالانس ولا ما نصحش باش نحمدو هذا الكبير هذايا و شكرا على ربي راك واجد صاحبو ني كيما يقولوا ما راناش وحدنا رانا مع خونا عبد الحق عبد الحق جلال حميد خونا حميد ها هو الفيرو دوزيام شارجيتو ومن بعد هذا ومن بعد نديرو بيه باسكو شغل ماناش حابين نروحو بيه باش يكفينا الوقت باسكو مابقاش الوقت بزاف على المغرب باش نلحقو البلاصة هذيك وغدوة في الريوتور إلا كتب ربي نولو بالفيرو يا خويا خيرات خيرات أسيدي يسنا نزيد لكم هذا هيا بقى على خير تهلاو في روحتكم تهلاو في روحك بسلامة جلالة هيا بسلامة تهلاو في روحك خويا السلام عليكم مريال مريال بسم الله تحت في شازلون الله 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 ها سنة نغلق الباب راجل سنة انا عارف الجرجيل ربانيه هاي لبسه على هاي والله راني بيا راني خربش والله راني بيا ها السلام عليكم هاي ناخذوا قضيه تاع عندي فوي بتاع كومبين بتاع الخرجه ديرو واش نطيبو نديرو بوزلوف تاع بكري هذا بالخميس ان شاء الله بالخميس بالخميس نديروه ان شاء الله مع اللوبيا انا بعد داك الساعه حتى الخميس خميس نتلاقاو انا قعدت حتى الخميس انا الخميس راه فيها ساعه الخميس نسد الطريق انا عندي طريق نكملها نخليو لك لابار تاعك ايوا كي نولي المهم تخيروا الطماطم جات طايبه مليح بعد تجي صوص تك تك تشيك فاطمه ما خاطرش نقول لك حاجه ما كانش اللي يعرفها كارت مال تاع السيس ولا سي اس كيكي انا هذا اللي سمحت فيه قلت له تريا وحده كلها لا هذا شيء زعما انا حبيت ولا باش نشوف الطريق و باش نفيلمي لكم الطريق وكيفاش دايره الطريق وهذا ما فيهاش هي هذا اللي حاسك بهنا معاك قدام خير قدام خير باش ما نرجعوش من نفس الطريق نبدلو السيركوي غدوه نبدلو السيركوي فهمت عفسه على ربي ربي يوفقك خويا امين السلام عليكم يا جماعة السلام عليكم كي راكم لاباس الحمد لله تكلى لربي بسم الله بسم الله لا مالك سوبي هذا خدم هذه من عارك صوروني وجنبات في بلاصة واحدة أخرى بضحايا كبيرة ولا لا لا قالي لهم
يدخل الماستر يدخل يجوز هيك بالك شوية ايه اخويا انا لازم لي كويت راه بالك كيف كويت موان 5 هنايا كل والله غير موان 5 ولا موان 5 شنو درك تشوف طومبيراتير في الليل كيفاش تولي ايه يا ربي ايه يا ربي نروح الو عجبوني في زوج الله يبارك احد الباب اللي ما يخرجوا عليه ريمون تاعي راه طاب هنا خلاص راه رندا الله الله يسموها كف الملح خلي انت هذا جلال جلال هو اللي عنده هو اللي عنده الخبره ايوا طريبي السلام عليكم انا دركام توجهين الى منطقه جبل كف الملح اللي وين جايه واش من الولايه جايه بان تاجرونا وسيدي طيفور لا لا الولايه 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 كان ولايه البيض بان ولايه البيض ولايه القواط ثم جايه في الوسط ايه واش في هذا الكاف الاصفر هذا هو صح كاف ولا هكذا يسموه كاف الاصفر كاف الاصفر هو اسمه في مصر غانم ايه تاع مصر غانم كاف الملح كاف الملح اختصاص تاعه هو فيه الملح اختصاص والله هي معلومات خيمة راه يمدنا فيهم جلال كيف الملح فيه الملح المهم من نقطة سموها للملح باسكو مالح مالح ضغط هو واه بمختصر كي يقول كاين واحد المغارة هنا ينقروت هكذا مغارة ينقروت مليح شحال فيها واحد تمشيو لكم دور لي يرا كل عام تسكر دوك تدخل تشوف لي دير دوك ندخلوا فيزيتيو هكا كيف كيف خطرة فيديو شحال فيها فيها وقيلة 4 كيلو هي من أكبر المغارات في الجزائر الجزائر؟ نعم في الجزائر خضرش المخيرة قاع اللي عندنا في الجزائر عندنا فيها 2 كيلو 3 كيلو لا لا الله أعلم كاينة وحدة تاع معليش تاع تلمسان هذه تلمسان الميزة اللي فيها اسمح لي اسمح لي لا لا ماش اللي فيزيتيوها تاع تلمسان كاينة وحدة تاع تلمسان غالقينها من وقت فرنسا تدخل من تخرج في تخرج في في, في, في المغرب تخرج في المغرب الميزة تاع هذه القروط انها الماء يمشي تحتها الماء كل مره يحفر طريق ما تقدرش تحسبها دركا خاطرش رانا بالك انا راني مشيت من بلايص فيها ومع جلال مشات بلايص واحد اخرين كل مره راح تبدل البلاصه هذيك خاطرش هي ما مر تاع المياه مياه قد ما كانت تصب قد ما تصب الماء راه رايحه تخدم طريق جديده رايحه تلقى الطريق صحه لما نقولوش هي اطول كروات ولا اطول مغاره ولا والو من اطول مغاره من اطول مغاره فيها ميزه خير من المغارات كاع متواجدين في الجزائر وما هي عندها جماعه اللازم يجيو يداو فيها الهواء تاع حنقي صح وجماعه ليكزيما تاع الجلد الجلد يجيو يداو هنا الملح تاعو الملح رباني هذايا يخرج الماء دركا تشوف دير فيديو هذه الميزه اللي فيها على لي كروات الاخرى خلاص دوك الهواء تاع حنقي 100% دوكم ديكوم لازم يجوني دوكم ديكوم بري وكيف لا غروف هذه فيه ميزه واحده اخرى زازا تلقى نص مالح ونص حلو كي تمشي بها راه نص مالح ونص حلو قبل الكاف كي تشوفوا بلي كون جاي يمشي تشوف قبل الكاف هي سهل قبل العان تاع الكاف صراحه منها هذيك حلو من الكوفي هذاك منها وان كنا مقارين حلو كي يوصل للكاف لاسور تاع الكاف المالح هذا يتقلب يولي مالح منه بر مستقانم برك طيح ها لقى ضربه لقى ضربه لا رانا دي تكنيك لا ما قارو تكنيك تاعنا ندخلوا دوكا لا قروت في الليل بوكو راجع بسم الله روح روح زاد اكتيفي اكتيفي شوف باش الله من دي. من دي تقول لك قطعت تقول له.
الصوت راه مكانش على واش كثر الصوت طيح الحجر ما تعيطش هنا راه نورمال دابا بصح الداخل ياسر لازم ما تصورش على واش حجاره جيريه راك شايف كيفاش لازم تعيطش لازم كي تدخلوا لي زوندرو كيما هادو ما لازمش تعيطوا باسكو اللي تعيطوا كاش ما طيح عليكم هنا راه مزال مرمو الكاسك سيكيوريتي حنا والله غازاد من هيدا والو ولا غير هكا هنا لي سورس تاع اليوم هذا راه شلال هذا نورمال مراخا حابس بصح كاينين اخرين الداخل على واحد كيلو كيلو ونص هكذا كتبدا تشوف فيهم هذوما يمشوا للماء فيه كم ماذا بكم ديروا لنا لابليكاسيون باش نقدروا نعرفوا شحال فينا هنايا باش منين جايين ولا ندوا معلومه صحيحه يا لي ودي هادي واش راه فيها انا لي فيلمي بالتليفون ما نقدرش ندير لابليكاسيون انا نحكي على جلال شفنا شحال رانا نمشيو هنايا بالطاقه باش نعرفوا شحال فيها اكزاكت هادي كاين الماء إنه خفاش اصبر صافي مي الخفاش هيا روح بسم الله راك 2% على ال راه جروت كومبلي 2% ليه انا مشينا زعما دخلناش ايه شنو حكيت 2% مازال لا جروت مازال رانا قاعد صح لنا الدب واش انا مشينا من الصباح 2% زوج ايه زوج 2% زوج مي الله يبارك انه خفاش انه كوفيد انه ميت انه كوفيد جنان مع الكوفيد يا ميلو ما تبعدوش ياسر كتخلى واحد نمشي واحد 500 متر ولا حال حبس دخل ضوء تاع النهار نهار ايه رانا مادام رانا في الليل مش عشرة راه هاي الساعه 8 هاي بك سبعة جينا في النهار تشوف هنا الضوء في ال هذه العمر انا وزنت شريكي ما كان ريزو ما كان كونيكسيون ما على بالهم الناس باللي انا هنايا ولا هنا لو كنت عيط كاش ما يطيحكش روشي تتغلق علينا لا كروت كيفاش باي باي سلام باي 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 سلام كي الخفاش ياكلك الله يجعلها خير وخلاص قال لك هذه هي حب المغامره اسمع ما تعيطش ما تعيطش كاش ما يطيح علينا ما تعيطش خليك بالعقل واشن تمشي كيما كنا نمشيو قبل هذون راهم كاع طاحوا جدد هذه يعني نحكي لك ما عندي وقيله واحد العمان ما جيتش هنايا اصلا اصبر دقيقه
ما فهمتش حاجه. هذون كاع جدد هذون، انا ما حضرت لهمش. هذون طايحين جدد. هذون هنا كيروا لك دقيقه، هذو طاحوا جدد، هذون طاحوا جدد، طاحوا من فوق. اه نعم، كل عام راه تسكر، كل عام راه تسكر. شريكي انا راني عند الماستر. الله في الفيديو تخلص لهنا، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو هذه، نتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام. من مالح مالح مالح، باش تكون حلوه لازم دير هاك وتشرب.